السلام عليكم يا سنة أولى، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عبير عبد الصادق، فرقة تالتة. ان شاء الله هنتكلم النهاردة على السكشن التاني في البايو، وهو الكاردياك بايو ماركرز. هو السكشن طويل شوية، واحنا ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نبسطه ونقول الحاجات المهمة اللي فيه. قبل ما نبدأ عايزين نقول الدعاء دوت: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاولوا يا جماعة الدعاء دوت تقولوه على طول قبل ما تبدأوا مذاكرة وقبل الامتحان، وحقيقي بجد هتعرفوا، يعني هتشوفوا الفرق فيه. يعني يلا بينا نبدأ بقى في السكشن بتاعنا، الكاردياك باي ماركرز. يعني ايه كاردياك باي ماركرز؟ من اسمها كاردياك، يعني هي مواد موجودة داخل الهارت، موجودة داخل القلب، تمام؟ طيب الكاردياك باي ماركرز ديت الطبيعي بتاعها ان هي بتبقى جوه الهارت، فلما ان انا الاقي المواد دي خرجت من الهارت للبلد، يبقى كده اعرف ان في مشكله عندي في الهارت ده، تمام؟ يبقى هي عباره عن الكارديك باي ماركرز اور سبستانسز ذات اور ريليزد انتو ذا بلاد، بتخرج للبلاد وين ذا هارت از دامجد اور ستريسد. يبقى هنا اول ما الهارت يحصل له دامجد او يحصل له ستريس، بلاقي المواد دي خرجت للايه؟ خرجت للدم على طول. طيب ايه الاهميه بتاعتها، او هي بتساعدني في ايه؟ قال لي هي بتساعدني في الايرلي بريدكشن اند والدياجنوزز اند المانجمنت اوف الاكيوت مايوكارديال انفراكشن. طيب بريدكشن ودياجنوزز ومانجمنت، بريدكشن يعني تنبؤ، ودياجنوزز يعني تشخيص، ومانجمنت يعني العلاج اللي انا هعمله، تمام؟ طيب خلونا الاول نتخيل مثلا ان احنا عندنا دوت كده، مثلا دوت الهارت بتاعنا، تمام؟ وادي عندي ده كده الكوروناري ارتري، تمام؟ طيب الكوروناري ارتري لو في حاجه جت هنا كده في قلب الكوروناري دوت وسدت الجزء ده، لو الدم وهو داخل للهارت في حاجه سد، مش هيدخل بطريقه كامله للهارت، تمام؟ عشان في حاجه سدته، الحاجه اللي سدها الكوروناري دوت هنسميها الاكيوت كوروناري سيندروم. يبقى هنا ان في عندي حاجه في الكوروناري اسمها ايه؟ اسمها الاكيوت كوروناري سيندروم. طيب الدم مش قادر ان هو يوصل للهارت بالايه؟ بالكميه المطلوبه، فهيحصل في الهارت حاجه اسمها ايه؟ اسمها الاكيوت مايوكارديال انفراكشن. الاكيوت مايوكارديال انفراكشن، ان الاكيوت مايوكارديال انفراكشن دوت ديت نتيجه للاكيوت كوروناري سيندروم، تمام؟ طيب اهميه بقى الكاردياك باي ماركرز دي انها بتساعدني في البريدكشن والدياجنوزز والمانجمنت بتاع مين؟ بتاع الاكيوت مايوكارديال انفراكشن اللي هو ناتج عن الاكيوت كورونري سيندروم، تمام؟ اند اولسو اتس بروجنوزز، وكمان بتساعدني في البروجنوزز بتاعه، بتعرفني يعني بتخليني ان انا لما امشي مع المريض ابقى عارفه هو مثلا يعني ابقى عارفه هو هيوصل لايه، تمام؟ يعني لما اجي اقيس المواد دي تاني واجي اشوف النسبه بتاعتها، مثلا لو لقيتها قلت ولا حاجه ابقى عارفه مثلا ان المريض دوت هيتحسن. فالبروجنوزيس دوت اللي هو مصير المريض دوت هيبقى ايه، او مصير المرض اللي عنده دوت هيخف ولا لا، تمام؟ يبقى هنا. وكمان تاني حاجه بتساعدني في الدياجنوزيس اند الريسك ساتيفاكشن اوف الهارت فيلير، بتساعدني ان انا اعمل تشخيص للهارت فيلير قبل ما يحصل، تمام؟ يبقى هنا تاني احنا قلنا ان احنا عندنا الكاردياك باي ماركرز دي هي عباره عن مواد بتخرج للدم لما الهارت بيحصل له دامج او ستريس، بتساعدني في البريدكشن والدياجنوزز والمانجمنت بتاع مين؟ بتاع الاكيوت مايوكارديال انفراكشن لما يكون القلب مش واصل له الدم بالصوره الكامله، وبتساعدني في البروجنوزز بتاعه، وبتساعد في الدياجنوزز والريسك ستاتيفيكشن بتاع الهارت فيلير. تحت بيقول لي بقى في ملحوظه كده، بيقول لي ان الكاردياك باي ماركرز دي هي كلها انزيمات، معظمها انزيمات مش كلها، تمام؟ عشان كده نتيجه لان معظمها انزيمات احنا اديناها اسم الكاردياك انزيم، تمام؟ ما عدا عنصر واحد، او ما عدا يعني ماده واحده ما قلناش عليها كاردياك انزيمز، اللي هي مين؟ اللي هي التروبونين. يبقى احنا نبقى واخدين بالنا ان احنا قلنا كاردياك انزيم ديت على كلهم ما عدا مين؟ ما عدا التروبونين، احنا عاملينها بلون مختلف اهو. بعد كده بقى هيبدا ان هو يقسم لي الكاردياك باي ماركرز ديت لايه، يعني هي التقسيمه بتاعتها ملخبطه شويه، بس احنا ان شاء الله نحاول ان احنا نفهمها يعني، تمام؟ احنا عندنا الكاردياك باي ماركرز دي هنقسمها لثلاث برانشات كبيره، تمام؟ الكاردياك باي ماركرز بتخرج لما يحصل عندي حاجه اسمها مايوكارديال انجري، لما يحصل عندي اصابه في التيشو بتاع المايوكارديوم، تمام؟ يبقى هنا باي ماركرز بتخرج لما يحصل ايه؟ مايوكارديال انجري، تمام؟ تاني حاجه بايو ماركرز بتخرج لما يحصل حاجه اسمها الهيمودايناميك ستريس، يعني الضغط يزيد قوي على الهارت، تمام؟ وتالت حاجه بايو ماركرز بتخرج لما يبقى فيه انفلاميشن، وبتساعدني في البروجنوستيك كمان، ان هي انفلاماتوري اند بروجنوستيك ماركرز. يبقى احنا قسمناها لثلاث برانشات كبار: مايوكارديال انجري وهيمودايناميك ستريس والانفلاماتوري اند بروجنوستيك ماركرز، تمام؟ طيب المايوكارديال انجري دي بقى هنبدا نقسمها لبرانشين صغيرين، ايه هما؟ بايو ماركرز بتخرج لما يبقى فيه مايوكارديال نيكروز، وبايو ماركرز
التخر لما يبقى فيه مايوكارديال اسكيميا. اسكيميا ديت يعني الدم نسبه الدم قليله اللي رايحه للهارت، انما النكروزس دي كترتيب على الاسكيميا اللي حصلت بقى فيه نكروزس، فالجزء من التيشو دوت زي ما نقول كده ان هو ميت، يعني ما بقاش وصل له دم خالص. تمام. طيب وطبعا الاسباب بتاعتهم كلها هي ملعبكه دلوقتي، بس احنا هنقول كل واحده لوحدها. يبقى احنا قسمناهم لثلاث برانشات كبار: مايوكارديال انجري، وهيموداينامك ستريس، وبروجنوستيك ماركرز. المايوكارديال انجري ديت هنقسمها البرانشين كبار برضو، النكروزز والاسكيميا، وهناخد كل واحده لوحدها بالتفصيل دلوقتي، ونرجع ان شاء الله في اخر المحاضره نقولهم وهنبقى عارفينهم وحافظينهم كلهم. اول بايوماركرز معانا هنتكلم بقى على ايه، على اللي هي المايوكارديال انجري. البايوماركرز بتاعت المايوكارديال انجري دوت اللي هو اول برانش معانا. تمام. طيب المايوكارديال انجري دي هنقسمها، احنا قلنا ان احنا هنقسمها لبرانشين، واحد اسمه النكروزز والتاني الاسكيميا. احنا بقى نتكلم كل كلامنا دلوقتي على اللي هم بتوع الايه، المايوكارديال نيكروز، اللي هم بيطلعوا لما يحصل مايوكارديال نيكروز. اول بايوماركر معانا اسمه الكرياتين كاينيز. الكرياتين كاينيز دوت بيخرج، هو فيه كرياتين كاينيز وفيه كرياتين كاينيز ام بي. تمام. طيب بيقول لي بقى ان الكرياتين كاينيز دوت هو واحد من one of the earliest biomarker to increase is the muscle enzyme. يعني هو واحد من الايرليست باي ماركر اللي بيخرج لما يحصل مايوكارديال انفراكشن. تمام. يبقى هنا احنا ما نقولش ان هو اول واحد بيخرج، لا، هو واحد من الايرليست باي ماركر. بيقول لي ان هو يعني هو اسمه كرياتين كاينيز او كرياتين فوسفوكاينيز. ما علينا، هو من الاسم بتاعه ان هو بيضيف، يا بيضيف مجموعه فوسفات يا بينزع مجموعه فوسفات، لان اسم كاينيز اصلا يعني يا بيضيف يا بياخد. تمام. فهو اسمه كرياتين كاينيز او كرياتين فوسفوكاينيز. بيبقى موجود فين بقى؟ اهم المعلومه بقى اللي انا عايزاها دلوقتي، ان الكرياتين كاينيز ده الطبيعي بتاعه ان هو موجود في السيتوسول بتاع المايوسايت. المايوسايت دوت يعني الطبيعي بتاعه ان هو موجود في قلب السيتوسول بتاع المايوسايت بتاعت الهارت. تمام. يبقى هنا هو موجود جوه الهارت في السيتوسول بتاعه. اول ما ابدا ان انا اشوفه في البلاد ستريم يبقى ده كده يقول لي ان في نكروزد مايوكارديوم، يبقى في عندي ايه، نكروزد مايوكارديوم. تمام. يبقى انا كده كل اللي يهمني في الكرياتين كاينيز ان هو واحد من الايرليست باي ماركر اللي بتخرج لما بيبقى فيه مشكله في المصل. تمام. طيب بيبقى بالطبيعي بتاعه موجود فين؟ موجود في السيتوسول بتاعه المايوسايت. اول ما يخرج للبلاد ستريم يبقى معنى كده ان في نكروزد مايوكارديوم. تمام. تمام. بعد كده بقى بيقول لي ايه، بيقول لي ان احنا لقينا ان الكرياتين كاينيز ام بي لقيناه مور سبيسيفيك للايه، للمايوكارديوم عن الكرياتين كاينيز. ازاي؟ ان الكرياتين كاينيز بس ده لانه بيخرج لما يبقى فيه مشكله في العضلات بتاعه الهار، ولو في مشكله في العضلات اللي هي المصل السكليتال مصل. تمام. فهو مش سبيسيفيك للهارت، يعني ممكن لما انا اجي الاقيه في الدم ما تبقاش المشكله في الهارت ومشكله في حاجه ثانيه. فاحنا لقينا ان اللي مور سبيسيفيك للهارت للمايوكارديوم هو مين؟ هو اسمه كرياتين كاينيز ام بي. عشان كده هو احنا استخدمنا الكرياتين كاينيز ام بي ده كجولد ستاندرد. جولد ستاندرد دوت يعني ايه؟ يعني لما العيان يجي وانا مثلا شك ان هو عنده مشكله في الهارت ولا حاجه، وهعمل له وهخليه يعمل التحاليل، اللي بلاقيه موجود في التحليل ما بيجيبليش سيت الكرياتين كاينيز بس، لا، هو بيقول لي على الكرياتين كاينيز ام بي. يبقى انا الكرياتين كاينيز ام بي دوت انا بستخدمه كايه، كجولد ستاندرد، عشان هو مور سبيسيفيك للمايوكارديوم. دي تاني معلومه تهمني. هيبدا ده يكلمني على الكرياتين كاينيز ام بي، طالما انا بستخدمه كجولد ستاندرد هو ده اللي انا بقيسه للمرضى، يبقى هبدا ان انا اتكلم عليه. بيقول لي ان هو بيبقى موجود، بيخرج للبلاد امتى، او بيبقى موجود في البلاد ستريم بعد من 4 لـ6 ساعات من بدايه الشست بين. يعني لو واحد حس بالم في صدره كده وحس ان هو مش قادر يتنفس مثلا وحاجه طبقه على نفسه، بيبدا ده اللي هو ايه، اللي هو الشست بين. يبدا الكرياتين كاينيز ام بي دوت نبدا ان احنا نلاقيه في البلاد امتى، بعد من 4 لـ6 ساعات. يبقى هنا يبدا يخرج للدم امتى، بعد من 4 لـ6 ساعات. طيب يوصل للبيكس بتاعته امتى، بعد من 10 لـ12 ساعة. يعني ايه بيكس؟ يعني يوصل لاعلى ليفل ليه في الدم، اعلى ليفل ليه في الدم. يعني مثلا لو جينا نتخيل مثلا نرسم كده، ادي ده كده بدا يخرج في الدم اهوت، بعد ايه، بعد من 4 لـ6 ساعات. هنحط هنا من 4 لـ6 ساعات. تمام. يوصل بقى للبيكس بتاعته امتى، دي البيكس اهي، دي البيك اللي هو اعلى نقطه. يبقى هنا بعد كام؟ بعد من 10 لـ12 ساعة. تمام. طيب وبعدين يبدا يختفي من الدم امتى؟ بعد 48 ساعة. يبقى هنا كده خلاص انا مش هلاقيه موجود، يبقى هنا هو اختفى من الدم بعد 48 ساعة. يبقى هنا تاني احنا قلنا ان هو ابيرز في البلاد ستريم بعد من 4 لـ6 ساعات، يوصل للبيكس بتاعته بعد من 10 لـ12 ساعة، وبيساعدني في الايرلي ديتكشن. بس هو المشكله ان هو بيختفي من الدم بعد 48 ساعة. طيب ايه المشكله بقى ان هو بيختفي من الدم بعد 48 ساعة؟ ان انا لو جالي واحد مثلا هو بقاله 3 ايام حاسس ان هو عنده شيست بين، لو جيت اقيس له الكرياتين كاينيز ام بي دوت، مش هلاقي حاجه، مش هيديني صوره صحيحه، هيديني انكوركت بيكتشر. تمام. يبقى هنا ده كده مشكله
مشكله في ان هو ما بيساعدنيش الا في الايرلي ديتكشن بس. يعني لو واحد جالي متاخر شويه انا مش هعرف ان انا استفيد ولا من الكرياتين كاينيز ام بي في اي حاجه. تمام. لو جينا بقى نقرا الكلام تاني، ابيرز ان ذا بلاد ستريم من 4 ل 6 ساعات افتر الانست اوف شيست بين اند بيكس بتوين من 10 ل 12 ساعه افتر ذا مايوكارديال انفراكشن ات ووز ذا بيست ماركر فور الايرلي ديتكشن. يبقى هنا هو البيست ماركر في الايه؟ في الايرلي ديتكشن. For many decades the best time for detection is between ايه؟ between من 6 ل 48 ساعة، عشان هو بيختفي بعد 48 ساعة. Beyond which it is cleared، لان بعد كده هو خلاص بيبقى مش موجود خالص في الدم. In cases of late arrivals، الناس اللي بتجيلي بقى متأخر، normal creatine kinase MB could present an incorrect picture، بيديني incorrect picture. تمام؟ تمام. بعد كده بقى بيقول لي معلومة ان انا الcreatine kinase دوت، يعني انا لو جالي مريض واستيلو creatine kinase اول مرة ولقيته عالي، ما ينفعش ان انا اخد على القياس الاولاني ده بس، لازم ان انا اقيس له تاني، ولما الاقيه عالي بقى ابدا ان انا اخد الاجراءات بتاعه الايه اللي انا هعملها له. تمام. يبقى هنا هو بيقول لي ما ينفعش ان انا اقيس له سنجل ميجرمنت، لازم ان انا اعمل له حاجه اسمها سيريال ميجرمنتس اوف الكرياتين كاينيز، بروفايد بيتر انفورميشن، بتديني معلومات دقيقه اكتر من ان انا اعمل سنجل ميجرمنت. تمام. طيب السيريال ميجرمنت دي انا بقيسها ازاي يا جماعه؟ بيقول لي في عندي حاجه اسمها 0 اور، في عندي حاجه اسمها 0 اور، وفي عندي حاجه اسمها 1 اور. 0 اور دوت ان انا اول مره بقيس له التست ده، زيرو اور ان انا اول مره بقيس له التست ده. تمام. طيب مثلا نفترض ان انا قسته له اول مره عند الزيرو اور ولقيته عالي، لما اجي اقيس له تاني مره عند ال1 اور، يبقى ال1 اور ديت ان انا قست له مره قبل كده، انما الزيرو اور ديت اول مره بقيس له، يبقى ال1 اور دي تاني مره بقيس له. طب لو 2 اور يبقى انا كده دي تالت مره بقيس له. تمام. يبقى 0 اور ده انا ما قستلوش خالص وبقيس له الاول مره، 1 اور بقيس له لتاني مره، وهكذا يعني. فدي كده احنا بنسميها ايه؟ بنسميها سيريال ميجرمنت، ان انا قست له كذا مره. تمام. يبقى احنا لو رجعنا تاني نقول مثلا الكرياتين كاينيز احنا قلنا فيه ايه؟ احنا قلنا ان هو الايرليست بايو ماركر، وان هو بيبقى موجود طبيعي في السيتوسول، لما بيخرج للبلاد يبقى في معنى كده ان في نيكروزد مايوكارديوم. تمام. لقينا ده كده الكرياتين كاينيز، لقينا ان في عندنا حاجه اسمها كرياتين كاينيز ام بي، وهي مور سبيسيفيك للمايوكارديوم، عشان كده استخدمناها كجولد ستاند، بتخرج للبلاط بعد من 4 ل 6 من 4 ل 6 ساعات، بتوصل للبيكس بتاعها بعد من 10 ل 12 ساعه، بتساعدني في الايرلي ديتكشن بس لانها بتختفي من البلاط بعد 48 ساعه. عشان كده في الليت ارايفلز الناس اللي بتجيلي متاخره بتديني انكوركت بيكتشر، وان انا لازم اعمل له ايه؟ سيريال ميجرمنت مش سنجل ميجرمنت. تمام. وعرفنا الزيرو اور وال1 اور. بعد كده بقى بيقول لي برضو شويه ملحوظات كده، بيقول لي ان المايوكارديال انفراكشن از انلايكلي اف الكرياتين كاينيز از نوت انكريزد ان بيشنت وذ شيست بين. يعني انا جاي لي عيان بشيست بين وعملت له الكرياتين كاينيز مره لقيته مش عالي، عملت له المره الثانيه لقيته برضو مش عالي، يبقى انا كده استبعد ان المريض دوت عنده مايوكارديال انفراكشن. دي كده اول معلومه. ثاني حاجه بيقول لي فيلير اوف الاليفيتد كرياتين كاينيز ليفلز تو فول انديكيتس ذات ذير از ان اكستنشن اوف ذا انفراكشن. ازاي؟ يعني انا مثلا برضو جالي عيان بشيست بين وقست له الكرياتين كاينيز مره لقيته عالي، قست له المره الثانيه لقيته برضو عالي، وعماله كل ما اقيس له الاقيه عالي ومش راضي ان هو ينخفض. ده كده دليل قاطع ان الشخص دوت خلاص هو داخل في مايوكارديال انفراكشر. تمام. يبقى هنا اول معلومتين دولت اللي هم عكس بقى، اللي هو ايه؟ مايوكارديال انفراكشر is unlikely if the creatine kinase is not increased. يبقى هنا لو الكرياتين كاينيز ما زادش يبقى الشخص ده ما عندوش مايوكارديال انفراكشن. طيب عمال اقيس له في الكرياتين كاينيز ومش راضي ان هو يقل، يبقى الشخص ده خلاص داخل في مايوكارديال انفراكشن. بعد كده بيقول لي ان الهاي ريسك بيشنت، الهاي ريسك بيشنت دي اللي هي الناس اللي هي المعرضه للخطر بنسبه اكبر، يعني هم عندهم امراض تانية، فلو جالهم مايوكارديال انفراكشن هيبقى الموضوع صعب جدا، يعني ممكن يؤدي للوفاه في الاخر. ايفن ماينور اليفيشن، ماينور اليفيشن يعني لو ارتفاع طفيف خالص لازم ان انا احطه في الاعتبار، ودوت بيبقى امبورتنت بروجنوستيك امبليكيشن، يعني دوت بيقول لي ان ممكن يحصل مشاكل بعد كده. يعني هنا في الهاي ريسك بيشنت الماينور اليفيشن ليه امبورتنت بروجنوستيك امبليكيشن. تمام. طيب بعد كده بيقول لي بقى ان الكرياتين كاينيز ماس استيميتد از فاوند تو بي اوف بيتر دايجنوستيك فاليو، لان الكرياتين كاينيز ليه دايجنوستيك فاليو احسن، بس المشكله ان هو غالي شويه، ذا كوست از بينج كونسيدرابل از نوت ايزلي افيلابل. تمام. يبقى هنا الكرياتين كاينيز هو ليه بيتر دايجنوستيك فاليو، بس المشكله ان هو ايه؟ نوت ايزلي افيلابل، يعني ايه؟ يعني غالي. يبقى احنا هنا في السلايد دي قلنا ثلاث معلومات، ان لو قست الكرياتين كاينيز ولقيته نوت انكريز يبقى مفيش مايوكارديال انفراكشن، لو قست الكرياتين كاينيز ولقيته كل ما اقيسه الاقيه مش راضي ان هو الليفل بتاعه يقل، يبقى معنى كده الشخص ده داخل في انفراكشن. الهاي ريسك بيشنت لازم احط في الاعتبار الماينور اليفيشن، اي ارتفاع طفيف خالص عشان خاطر دوت هيبقى ليه امبورتنت بروجنوستيك امبليكيشن. الكرياتين كاينيز بس لقيته ان هو ليه بيتر دايجنوستيك فاليو عن بس المشكله ان هو نوت ايزلي افيلابل، يعني مش موجود.
بعد كده هندخل بقى على تاني بايو ماركر عندنا، وهو مين؟ هو الكاردياك تروبونين. احنا كده خدنا اول واحد عندنا في اللي هم اللي هو كانوا بتوع النكروزز، اللي هو اول واحد كان مين؟ كان الكرياتين كاينيز. تاني واحد عندنا اسمهم ايه؟ الكاردياك تروبونين. الكاردياك تروبونين دوت بيقول لي ان التروبونين هي نورمال كونتراكتايل بروتين. كونتراكتايل دي يعني بتساعد في الانقباضات، تمام؟ فبتبقى موجوده فين؟ هتبقى موجوده في المصل. بس النورمال كونتراكتايل بروتين دي بتبقى موجوده بس مش في المصل بتاعه الهارت، كمان بتبقى موجوده في السكليت المصل، تمام؟ وهو في منهم ثلاث انواع، في عندنا 3 بروتينز، تروبونين سي وتروبونين تي وتروبونين اي، تمام؟ يبقى هنا في ثلاثه تروبونين، تروبونين سي، تروبونين اي، تروبونين تي، تمام؟ طيب وعشان هم موجودين في الهارت وموجودين في السكليت المصل، احنا لقينا ان احنا في عندنا 2 منهم بس هم اللي سبيسيفيك للهارت، ما لهمش دعوه بالمصل. ايه هم؟ التروبونين اي والتروبونين تي. بيقول لي among the 3 تروبونينز in the contractile components of the myocardium، تروبونين اي اند التروبونين تي ار وايدلي يوزد، يعني دولت اللي احنا لقيناهم موجودين في الايه؟ موجودين في المايوكارديا. بص، ار هايلي سبيسيفيك اند سنسيتيف فور مايوكارديال دامج، يبقى هنا هم سنسيتيف وسبيسيفيك للمايوكارديال دامج. ثرو عشان كده التروبونين تي از نون تو انكريز ان انستيبل انجينا، يعني لو واحد عنده انستيبل انجينا هنلاقي التروبونين تي عنده عالي. يعني لو رحت قست التروبونين تي ولقيته عالي يبقى معنى كده ان الشخص عنده انستيبل انجينا. طب لو التروبونين اي لقيته عالي يبقى معنى كده هو عنده مايوكارديال انجري. يبقى احنا قلنا ان احنا عندنا التروبونين هم ثلاثه، تروبونين سي، تروبونين اي، تروبونين تي. انا اللي يهمني في المايوكارديا تروبونين اي وتروبونين تي، والتروبونين تي دوت بتاعت الانستيبل انجينا، اما التروبونين اي بتاع المايوكارديال انجري. تروبونين تي، التي موجوده في يعني تي وتي في الايه؟ في الانستيبل انجينا، تمام؟ بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ ذا ميجرمنت اوف السيرم، لما اجي اقيس السيرم بتاع التروبونين اي والتروبونين تي والاقيه عالي يبقى معنى كده ان في كاردياك ماسل دامج. يبقى في كاردياك ماسل دامج، احنا لسه قايلين ان هم سبيسيفيك وسنسيتيف للايه؟ للمايوكارديا. فلما الاقيهم عاليين يبقى معنى كده ان في ايه؟ في دامج في الكاردياك ماسل، تمام؟ طيب بيقول لك ريزد كاردياك تروبونين كونسنتريشنز ار ناو اكسبتد از ذا ستاندرد بايوكيميكال ماركر فور ذا دايجنوزيس اوف المايوكارديال انفراكشن. يعني الكلام ده يعني احنا دلوقتي لقينا التروبونين دوت هايلي سبيسيفيك للايه؟ للكاردياك ماسل دامج او للمايوكارديوم انجري، تمام؟ تمام. فاحنا قلنا ان احنا هناخد التروبونين ده كستاندرد بايوكيميكال ماركر. كايه؟ كستاندرد بايوكيميكال ماركر، يعني هو دوت اللي احنا هنقيسه اول حاجه للعيانين اللي هيجوا بالشيست بي، هو ده الستاندرد ماركر بتاعنا اللي هو مين؟ اللي هو التروبونين، تمام؟ طب احنا قلنا الجولد ستاندرد ان هو الكرياتين كاينيز ام بي. جولد ستاندرد يعني كنا بنستخدمه قبل كده، انما الستاندرد دلوقتي اللي هو بنستخدمه حاليا عشان هو احسن واحد، تمام؟ يبقى انا دلوقتي لما يقول لي مين الستاندرد ماركر للدياجنوز بتاع المايوكارديال انفراكشن هقول له هو مين؟ هو التروبونين، تمام؟ تمام. نبدا بقى نشوف ال بيخرج امتى للدم وبيزيد ازاي وكده. فبيقول لي ان التروبونين اي التروبونين تي دولت بيحصل لهم ايه؟ بيزيدوا increases in بعد من 4 ل 6 ساعات، يعني برضو زي الكرياتين كاينيز بعد من 4 ل 6 ساعات بيوصلوا للبيكس بتاعهم بعد 12 ساعة، والريتيرن تو البيزل ليفل بعد من 3 ل 10 ايام. طب ده كده ايه الحلو اللي فيه؟ الحلو اللي فيه ان هو بيفضل عالي في الدم شوية، يعني بيقعد فترة موجود في الدم. عشان كده لما اجي اقيسه والاقي يعني لو واحد جالي متأخر شوية واجي اقيس له هلاقي التروبونين هيديني صورة واضحة عن الكرياتين كاينيز، صح كده؟ يبقى هنا هو بيبقوا موجودين في الدم بعد من 4 ل 6 ساعات، بيوصلوا للبيكس بعد 12 ساعه، وبيوصلوا للبيزل ليفل بتاعهم بعد من 3 ل 10 ايام. عشان كده هو بيساعدني في الايه؟ بيساعدني في الليت دياجنوزز او في الناس اللي بتجيلي متاخر. بس هنا بقى قال لي معلومه زياده على التروبونين اي، ان التروبونين اي بيفضل الليفيتد، بيفضل نسبته مرتفعه يعني من 12 ل 48 ساعه، يعني بيفضل عند البيكس بتاعته يعني من 12 ل 48 ساعه بيفضل عالي، وبعدين برضو بيوصل للنورمال بتاعه بعد 10 ايه؟ بعد 10 ايام. قال لنا بس عارفين ان هو ايه؟ ان هو بيبقى موجود في الدم بعد من 4 ل 6 ساعات، يوصل للبيكس بعد 12 ساعه، وبيفضل موجود في الدم من 3 ل 10 ايام. وكل اللي يهمني في المعلومات دي ان هو بيساعدني ايه؟ ذا لونج هاف لايف، ان هو بيبقى موجود في الدم كتير فور ذا ليت دياجنوزز اوف المايوكارديال انفراكشن. يبقى هنا هو بيساعدني في الليت دياجنوزز. يبقى انا قلت اللي بيساعدني في الايرلي ديتكشن هو الكرياتين كاينيز، يبقى هنا الايرلي ديتكشن هو مين؟ هو الكرياتين كاينيز. انما اللي بيساعدني في الليت دياجنوزز للمايوكارديال انفراكشن هو التروبونين اللي احنا قلنا عليه الستاندرد ماركر.
طيب احنا نروح بقى نقول الاول التروبونين احنا قلنا عليه ايه، نقول المعلومات بتاعته بسرعه، ده الحاجات المهمه اللي فيها. احنا قلنا ان هو نورمال كونتاكتيل بروتين، يعني موجود في المصل بتاعه الهارت وفي المصل بتاع في السكليت المصل. طيب في منه ثلاث انواع، تروبونين سي، تروبونين دي، تروبونين اي. انا اللي يهمني التروبونين اي والتروبونين تي، تمام. طيب عشان هما بيساعدوا بيبقوا موجودين في المايوكارديوم، تروبونين تي للانستيبل انجينا والتروبونين اي للمايوكارديال انجري. قلنا لما نلاقي نسبتهم عاليه في الدم يبقى معنى كده ان هما بيقولوا ان في كاردياك مسل دامج. طيب قلنا عليهم هنديهم اسم الستاندرد ماركر فور الدياجنوز اوف مايوكارديال انفراكشر، انما الجولد ستاندرد كان الكرياتين كاينيز، بيبقوا موجودين في الدم نسبتهم بتزيد بعد من 4 ل 6 ساعات، بيوصلوا للبيكس بعد 12 ساعه وبيفضلوا موجودين لمده من 3 ل 10 ايام. قال لي معلومه زياده على التروبونين تي ان هو بيفضل نسبته عاليه من 12 ل 48 ساعه، بس برضو بي ايه بينزل للنورمال بتاعه بعد 10 ايه في خلال 10 ايام. بيساعدوني في ايه؟ بيساعدوني في الليت دياجنوز. بعد كده في عندي السي اسمه ايه، اسمه الهاي سنسيتيفيتي تروبونين السي، هو زيه زي التروبونين بس الفرق ان هو هاي سنسيتيفيتي. هاي سنسيتيفيتي دي يعني الحساسيه بتاعته عاليه شويه. طيب من كلمه هاي سنسيتيفيتي دي افهم ايه؟ افهم ان هو اول ما بيشم ريحه التروبونين نسبته بيرسم خط على طول، تمام. طيب بيقول لي ان هو ديتكس ذا سيم بروتين، يعني نفس البروتين اللي هو ايه اللي هو قصده على التروبونين، ذات ذا ستاندرد تيست دوت، يعني هو هما الاثنين بيقيسوا التروبونين، بس هو بيقيسوا عند لوور ليفل، عند لوور ليفل، يعني هو بيقيس التروبونين عند لوور ليفل عن الايه عن الستاندرد تيست. يبقى هنا هاي سنسيتيفيتي يعني هو بيقيس اللوور ليفل بتاعه التروبونين، تمام. طب ايه بقى المميزات بتاعته؟ المميزات بتاعته ان هو بيبقى مور، ان هو مور سنسيتيف، عشان كده بيكم بوزيتيف سونر، بيكم بوزيتيف سونر، يعني اول ما بيشم ريحه التروبونين بيطلع بيرسم خط على طول، يعني وهو بيساعدني في ان هو بيساعدني في ديتكت الاكيوت كورونري سيندروم ايرليير ذان الستاندرد تيست، يعني هو بيكتشف الحاجه قبل الستاندرد تيست. يعني انا يعني هو اهميه الهاي سنسيتيفيتي تروبونين ده ان هو بيكتشف الحاجه قبل الستاندرد تيست، بيقيس اللور ليفل عن الستاندرد تيست، يعني ممكن يبقى فيه موجود نسبه صغيره جدا الستاندرد تيست ما يقيسهاش، الهاي سنسيتيفيتي تروبونين ده هو اللي بيقيسها. يبقى هنا هو اهميته ان هو بيديتكت الاكيوت كورونري سيندروم ايرليير، وكمان في البيشنت اللي عندهم ST segment هو very useful فيهم، تمام. يعني لما بيبقى في myocardial infarction المفروض ان الST segment دي بيحصل لها elevation عند 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 نسبة معينة، تمام. فهو بقى بيساعد في ال لازم يوصل المايوكارديال انفراكشر دوت لليفل معين عشان خاطر ان احنا نقدر نقيس الاس تي سيجمنت. هو بقى بيقيسها قبل ما توصل للليفل ده، تمام. يبقى هو الكلام بتاعه ملعبك شويه، بس احنا ايه نبقى عارفين ان هاي سنسيتيفيتي تروبونين ده ان هو بيبقى بيكون بوزيتيف سونا، يعني بيقيس لي اللور ليفل، فبيساعد في الايرلي ديتكشن، في الديتكت بتاع الاكيوت كورونري سيندروم ايرلي، وفي النون، وهو فيري يوسفول في البيشنت ويز نون اس تي سيجمنت اليفيشن، تمام. انا اللي يهمني الكلام اللي جاي اللي هو ايه، اللي هو ان في الهايلي سسبكتد كيسز، الناس اللي هي اللي هو الناس اللي هي الهاي ريسك، الهاي ريسك دولت اللي هم اللي انا خايفه عليهم اكتر من الناس العاديه، تمام. الهاي ريسك دول اللي هم عندهم امراض تانية، فلو جالهم مايكارديال انفراكشن ممكن فعلا ان هم يموتوا، تمام. فهو بقى بيعمل ايه في الهايلي سسبكتد كيسز دول اللي هم انا جبت ناس عن ناس انا خايفه عليهم ان هم يجي لهم مايكارديال انفراكشن، وبدات ان انا اعمل لهم اللي هو الهاي سنسيتيفيتي تروبونين ده، تمام. فلقيت ان هو عمل لي ناس قلنا عليهم رول اوت وناس قلنا عليهم رول ان. يعني ايه رول اوت؟ يعني قول رول ان، رول اوت دول يعني خلاص انا هقول لهم انا اتاكدت ان هم ما عندهمش اي تروبونين زياده وما عندهمش اي مشاكل ومش هيجي لهم مايكارديال انفراكشن، انما الرول ان دوت انا لقيت عندهم نسبه تروبونين ممكن تدخلهم بعد كده في المايكارديال انفراكشن ده، تمام. طيب يبقى هنا الرول اوت دوت في حوالي 60% من الحالات لما قست لهم التروبونين عند الزيرو اور وعند ال1 اور لقيت ما فيش ايه، ما فيش زياده، لقيتهم نسبته مش عاليه ومش موجود اصلا في الدم. يبقى معنى كده رول اوت خلاص كده انا ايه انا اطمنت عليهم، انما رول ان دوت ان انا هبدا اخد لهم الاحتياطات عشان لقيت ان في اليفيشن في التروبونين عند الزيرو اور ولقيت برده لارج انكريز ات الايه عند ال1 اور برده، فعشان كده هو دايجنوستيك للاكيوت مايوكارديال انفراكشن، تمام. يبقى هنا كده الهاي سنسيتيفيتي تروبونين السي دوت بيساعدني في الديتكت برده هو بيديتكت نفس البروتين بتاع الستاندرد تيست بس عند اللور ليفل، تمام.
عشان كده هو بيدتكت الاكيوت كورونري سيندروم ايرليا وبيبقى يوسفول في البيشنت ويز نون اس تي سيجمنت. وانا بعمله بسنجل بلاد تيست، يعني باخد عينه دم واحده. طيب هو اهميته، الاهميه الكبيره بتاعته ان هو في الهاي سسبكتد كيسز، الناس اللي هي هاي ريسك، الهاي تروبونين، الهاي سنسيتيفيتي تروبونين اس تي، بيعمل حاجتين، بيعمل رول اوت ورول ان. رول اوت دول للناس اللي انا لما لقيتش عندهم الانكريس في الناس اللي انا ما لقيتش عندهم انكريس في التروبونين عند 0 اور وعند 1 اور، استلهم التست مره عند 0 اور ما لقيتهوش عالي، قسته عند ال 1 اور ما لقيتهوش عالي، يبقى خلاص كده رول اوت، يبقى انتوا كده انتوا في امان وما فيش عندكم مشاكل ومش هيجي لكم مايكاردال انفراكشن. رول ان دولت الناس اللي انا لقيت عندهم قست عند 0 اور لقيته عالي، رحت قست عند 1 اور لقيته برده عالي، معنى كده ان انا هبدا ان انا اخد لهم الاحتياطات عشان ما يجي لهمش المايكاردال انفراكشن. تمام، يبقى احنا بقى عايزين ايه؟ عايزين نروح نقول التروبونين تاني من الاول. الكاردياك تروبونين قلنا ان هي نورمال كونتراكتايل بروتينز بتبقى موجوده في المصل وفي الـ وفي الـ وفي, الـ وفي الهار. المهم عندنا تروبونين اي وتروبونين تي. التروبونين اي وتروبونين تي لو لقيتهم زايدين يبقى معنى كده ان في كاردياك مصل دامج. قلت عليهم الستاندرد ماركرز فور الدياجنوستيك فور مايكاردال انفراكشن، بيزيد، بيبقوا موجودين في الدم بعد من 4 ل 6 ساعات، بيوصلوا للبيكس بعد 12 ساعه، وبيفضلوا موجودين لمده من 3 ل 10 ايام. عشان كده هم بيساعدوني في الليد دياجنوستيك بتاع المايكاردال انفراكشن. الهاي سنسيتيفيتي تروبونين اس تي قلت ان هو المهم بتاعه ان هو بيقيس التروبونين عند اللور ليفل، وقلت اهميته انا عايزاها اللي هو في الناس اللي هم الهاي ريسك، هعمل ليهم رول، ناس هعمل لهم رول اوت وناس هعمل لهم رول ان. رول اوت اللي هم 60% لما قست لهم التروبونين عند 0 اور وعند 1 اور ولقيت مفيش اختلاف، نوت تشينج. انما رول ان ده لقيت التروبونين في انكريز، زياده في انكريز في الليفل بتاعه عند 0 اور وعند 1 اور. بعد كده بعد كده الكلام دوت انا عايزاكم بس تركزوا معايا في المخطط اللي احنا هنعمله ده. احنا لقينا عندنا نسبه التروبونين لقيناها عاليه. تمام، لان نسبه التروبونين عاليه معنى ان نسبه التروبونين عاليه ان في عندي اسكيميا، ممكن نسبة التروبونين تزيد بسبب ايه؟ بسبب حاجة ليها علاقة بالاسكيميا اللي حصلت في الهارت، او حاجة ملهاش علاقة بالاسكيميا اللي هو ايه؟ نون اسكيميك. تمام، يبقى هنا لما نسبة التروبونين تزيد ممكن تكون زيادة بسبب اسكيميا او زيادة بسبب حاجة نون اسكيميا. طب الاسكيميا ديت ممكن تبقى زيادة تبقى برايمري اسكيميا، برايمري اسكيميك انجري او سكندري اسكيميك انجري. طيب البرايمري دي بتبقى المشكله في الكورونري ارتري ذات نفسه، مثلا حصل في الكورونري ارتري رابشر، انما السكندري دوت مشكله في حته تانية اثرت على الكورونري ارتري فعملت السكندري اسكيميك انجري. تمام، طيب يبقى احنا قلنا ان احنا لو زياده التروبينين دي ممكن تبقى زياده بسبب حاجه اسكيميك او حاجه نون اسكيميك. الاسكيميك ممكن تكون برايمري او سكندري، البرايمري ده حاجه في الكورونري ارتري ذات نفسه، انما السكندري حاجه في مشكله في حته تانية اثرت على الكوروناري ارتري. طب امال النون اسكيميك؟ النون اسكيميك ديت اصلا حاجه ملهاش علاقه بالكوروناري ارتري، ديت حاجه مثلا زي انفلاميشن، زي مايوكارديال انجري مثلا. لا، اللي هو النون اسكيميك دوت اللي هو حاجه مثلا زي السبتسيميا او زي الكاردياك تروما او اي حاجه يعني ملهاش علاقه بالايه؟ بالكوروناري ارتري. يبقى هنا بيقول لي increase the cardiac troponin is not just confined to myocardial injury from the coronary plaque rupture or occlusion، اللي هو قصده يعني الكورونري بليك رابشر، اللي هو قصده يعني البرايمري اسكيميك مايكارديا، او تاني حاجه اللي هو السكندري اسكيميك انجري دوت اللي هو الكاردياك تروبونين ار اولسو انكريزد ان اند اوف بروجنوستيك امبورتانس ان ميني اذر كونديشن اسوشيتد ويز السكندري اسكيميك انجري. يعني ممكن التروبونين يزيد بسبب ايه؟ سكندري اسكيميك انجري، زي حاجه حصلت في زي الايه؟ زي الكورونري سباز، او ممكن تكون اصلا حاجه نون اسكيميك مايكارديال انجري زي مين؟ زي السبتسيميا وزي الكاردياك تروما. احنا قلنا ان التروبونين لما بيزيد ممكن يبقى الزياده بسبب حاجه اسكيميك او حاجه نون اسكيميك. الاسكيميك دوت بنقسمه لبرايمري اسكيميك انجري والسكندري اسكيميك انجري. برايمري اسكيميك زي مين؟ زي الكورونري رابشر، مشكله في الكورونري ذات نفسه، انما السكندري ديت مشكله حصلت في حته تانية اثرت على الكورونري زي مين؟ زي الكورونري سباز. او الجزء التاني بقى اللي هو النون اسكيميك، ان هي مشكله اصلا ما لهاش علاقه بالاسكيميا خالص، زي مين؟ زي المايو بيريكارديتس او السبتسيميا او الكاردياك تروما. بعد كده بقى بيقول لي هنا however cardiac troponins are much more sensitive and more specific than the creatine kinase and the myoglobin. بيقول لي ان احنا الكارديك تروبونين دوت هو الماتش سنسيتيف والمور سبيسيفيك للمايوكارديال انفراكشن، يعني هو اكتر واحد سنسيتيف وسبيسيفيك للمايوكارديال انفراكشن. عن مين؟ عن الكرياتين كاينيز وعن المايوجلوبين اللي لسه هنقوله. تمام، يبقى انا دلوقتي عشان كده احنا قلنا ان التروبونين دوت هو الستاندرد، هو الستاندرد بايوكيميكال ماركر عشان هو مور سبيسيفيك ومور سنسيتيف. احنا المعلومه دي عايزين نحفظها زي اسمنا.
بعد كده بقى نبدأ نخش نشوف على هنبدأ نشوف المايوجلوبين. المايوجلوبين ده بيقول لي ان هو عبارة عن ايه. هو عبارة عن اكسجين ماسك فيه هيم. اكسجين هو عبارة عن بروتين، هو عبارة عن اكسجين ماسك فيه هيم. هيم دوت اللي هو ايرن يعني. يبقى هنا هو بروتين بيتكون من ايه؟ من اكسجين وهيم. طب ايه اهميته؟ اهميته ان هو بيساعد في الاكسجين ترانسبورت للايه، للمسل تيشو، برايمرلي الكاردياك اند السكيتال ماسل. يبقى هنا المايوجلوبين ده احنا قلنا ان هو عبارة عن اكسجين وماسك فيه هيم، بيساعد في نقل الاكسجين للايه، للانسجة بتاعة العضلات. اللي هم مين بقى المسل ديت؟ اللي هي مين؟ اللي هو قصده على الكاردياك وعلى السكيتال ماسل. طيب كاردياك وسكيتال ماسل، يبقى معنى كده ان هو مش سبيسيفيك للايه، للمايوكارديوم. يبقى هو المشكله بتاعته ان هو نون سبيسيفيك للايه، للمايوكاردي. طيب بيقول لي increase the blood myoglobin means that there has been very recent injury to muscle tissue. يعني معنى كده ان انا لما اجي اقيس المايوجلوبين في الدم ولقيته عالي، ده كده يقول لي ان المشكله في الهارت. لا، طب واحنا ايه عرفنا؟ طب ما يمكن المشكله في المصل. يبقى هو non specific للمايوكارديا، لان زياده المايوجلوبين في الدم بيقول لي has been very recent injury to muscle tissue. في مشكله او في اصابه في المصل تيشو هي اللي زودت المايوجلوبين في الدم، زي الاكسيدنتس وزي مثلا السيرجري وزي ايه وزي الحاجات دي، او مثلا في انفلاميشن او في مايوكارديال انفراكشن. يبقى دلوقتي المايوجلوبين هو احنا قلنا عليه معلومتين، ان هو اكسجين، هو اكسجين زائد ايه، زائد الهيم، بيساعد في ايه، بيساعد في الترانسبورت بتاع الايه، بتاع الاكسجين للايه، للمسل تيشو. بس المشكله ان هو نون سبيسيفيك للمايوكارديا، عشان هو بيخرج لما يبقى في اصابه في العضلات او في مايوكارديال انفراكشن. يبقى انا ما اقدرش، يبقى العيب الوحيد بتاعه ان هو نون سبيسيفيك للايه، للمايوكارديا. بيقول لي بقى ان هو بيزيد في الدم، it is released بعد ايه 1 hour and rises more rapidly. يبقى هنا هو بيخرج للدم بعد ساعه واحده بس من الايه، من الاصابه. يبقى هنا ديت حاجه حلوه قوي، ان هو بيخرج في الدم بعد ساعه واحده بس. يبقى هنا هو more rapidly than زين اللي هو التروبونين يعني والكرياتين كاينيز. البيكس بتاعته بيوصل، البيكس بتاعته بعد من 8 ل 10 ساعات، وبيوصل للنورمال بتاعه بعد 24 ساعه. تمام. يبقى هنا هو بيخرج للدم بعد ساعه واحده، بيوصل للبيكس بعد من 8 ل 10 ساعات، وبيوصل وبيوصل للنورمال بتاعه بعد 24 ساعه. عشان كده هو سنسيتيف ايرلي انديكيتور اوف الكاردياك دامج. احنا بنقول عليه سنسيتيف ايرلي انديكيتور عشان خاطر هو اول واحد بيخرج للدم بعد ما بيحصل كاردياك دامج. بس المشكله ان هو مش سبيسيفيك للمايوكارديا، يعني برضو لو حصلت مشكله في المصل هو برضو بيخرج للدم بسرعه. عشان كده بيقول لي ايه، زبين في ان المايوجلوبين الزات اد ديتكتابل انكريز السون السين انلي اونلي 30 مينيت افتر ذا افتر انجري. اوكي، يعني احنا بنشوفه في الدم ونسبته بتزيد بعد 30 دقيقه بس من الايه، من الاصابه اللي حصلت. انلايك ان التروبونين ان الكرياتين كاينيز، على عكس الكرياتين كاينيز والتروبونين اللي بيخرجوا بعد من 3 ل 4 ساعات. بس المشكله ان هو عنده لو سبيسيفيتي فور المايوكارديال انفراكشن. تمام. يبقى احنا دلوقتي المايوجلوبين دوت احنا قلنا ان هو عباره عن ايه، عباره عن اكسجين ماسك فيه هيم، بيساعد في ان هو اهميته ان هو بيعمل ترانسبورت للايه، للاكسجين للايه، للمصل. بس المشكله بتاعته ان هو نون سبيسيفيك للمايوكارديوم، عشان هو بيخرج لما بيبقى فيه مثلا مشكله في العضلات او مشكله في الايه، او مشكله في الهارت اللي هي المايوكارديال انفراكشن. عشان كده احنا قلنا عليه ان هو سنسيتيف ايرلي انديكيتور اوف الكاردياك دامج، ان هو سنسيتيف ايرلي انديكيتور. اول ما اسمع كلمه سنسيتيف ايرلي انديكيتور دوت، يبقى اقول على طول ان دوت الايه، المايوجلوبين. الاهميه بتاعته ان هو ديتكتابل انكريز، ان هو بيزيد بسرعه في الدم بعد حوالي 30 دقيقه بس من الاصابه، على عكس التروبونين والكرياتين كاينيز اللي بيخرجوا بعد من 3 ل 4 ساعات. بس المشكله الوحيده بتاعته ان هو عنده لو سبيسيفيتي فور المايوكارديال انفراكشن. سو المايوجلوبين مي بي يوزد ويز تروبونين تو ديتكت هارت اتاك. يبقى انا ما ينفعش ان انا اروح اقيس المايوجلوبين بس، ان انا اقيسه مع التروبونين. التروبونين دوت عشان هو سبيسيفيك للمايوكارديوم بس، انما المايوجلوبين دوت عشان هو بيخرج بسرعه للايه، للدم. بعد كده رابع حاجه معانا، احنا كده قلنا ايه، قلنا الكرياتين كاينيز وقلنا التروبونين وقلنا المايوجلوبين، وقلنا عندنا مين فيهم المور سبيسيفيك، قلنا مين التروبونين، ومين فيهم اللي هو سنسيتيف ايرلي ديتكشن اللي هو مين، او سنسيتيف ايرلي انديكيتور المايوجلوبين. بعد كده بقى رقم 4 اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز. اللاكتيد هيدروجينيز دوت هو زي عامل محفز كده بيحول البيروفيت للاكتيت. يبقى هنا اللاكتيد هيدروجينيز كاتالايزز ذا كونفرجن اوف البيروفيت تو لاكتيت، بيساعد ان البيروفيت يتحول للاكتيت. تمام. طيب بس وبيقول لي كمان ان اللاكتيد هيدروجينيز از نوت سبيسيفيك از التروبونين، يعني هو مش سبيسيفيك للمايوكارديال انفراكشن زي التروبونين. يبقى احنا برده دلوقتي اللي عندنا في التوب خالص هو مين، هو التروبونين، هو اللي مور سبيسيفيك
بالظبط للمايوكارديا. في عندنا بقى نوعين من اللاكتيد هيدروجينيز، في عندنا لاكتيد هيدروجينيز 1 ولاكتيد هيدروجينيز 2. اللاكتيد هيدروجينيز 1 دوت هو اللي موجود في الايه، في الهارت ماسل، انما اللاكتيد هيدروجينيز 2 ده موجود في البلاد سيرم. يبقى هنا تاني اللي موجود في الهارت ماسل عندي هو مين؟ لاكتيد هيدروجينيز 1، انما لاكتيد هيدروجينيز 2 ده موجود في البلاد سيرم. امتى اقول ان الشخص ده عنده مايوكارديال انفكشن؟ لما الاقي طبعا ايه اللاكتيد هيدروجينيز 1 نسبته عليه، اهي لاكتيد هيدروجينيز ليفل 2 اللاكتيد هيدروجينيز 2 سجست المايوكارديال انفكشن. لما اجي في الدم واقيس نسبه اللاكتيد هيدروجينيز 1 لللاكتيد هيدروجينيز 2 والاقي نسبه اللاكتيد هيدروجينيز 1 زياده عن اللاكتيد هيدروجينيز 2، يبقى كده الشخص ده عنده ايه؟ عنده مايوكارديال انفكشن. كمان بيقول لي معلومه عن اللاكتيد هيدروجينيز، ان الليفلز ار اولسو هاي ان تيشو بريك داون، يعني لما بيحصل للتيشو بريك داون او هيمولايز نسبه اللاكتيد هيدروجينيز بتزيد. عشان كده هو مش بيقول لي بس ان في مايوكارديال انفكشن، لما بلاقي نسبته زياده مش بيدل بس على مايوكارديال انفكشن، كمان ممكن يقول ان في لما يبقى في كانسر يبقى نسبته بتزيد، يعني لما يبقى في كانسر او لما يبقى في مننجايتس او انكفالايتس او الاتش اي في. تمام، يبقى احنا كده اللاكتيد هيدروجينيز قلنا ان هو هو عامل حفاز بيحول البيروفيت للاكتين، هو مش سبيسيفيك زي التروبونين. يبقى التروبونين عندي لحد دلوقتي هو اعلى حاجه. في عندنا نوعين منه، لاكتيد هيدروجينيز 1 موجود في الهارت ولاكتيد هيدروجينيز 2 موجود في السيرم، في البلاد سيرم. لما اجي اقيس نسبه اللاكتيد هيدروجينيز 1 في الدم والاقيها عاليه، يبقى معنى كده ان في مايوكارديال انفراكشن، وكمان نسبته بتزيد لو في تيشو بريك داون او هيموليسيس. عشان كده هو برده بيانديكيت لو في كانسر ومننجايتس وانكفالايتس اتش اي في. احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من اول من اكبر برانش عندنا. احنا كنا قايلين ان احنا عندنا اللي هو المايوكارديال انجري، الباي ماركرز بتخرج لما بيبقى في مايوكارديال انجري، في منها برانشين، برانش اللي بتاع النيكروزز وبرانش بتاع الاسكيميا. احنا خلصنا بتاع النيكروزز اللي هم قلنا 4 كرياتين كاينيز، وقلنا التروبونين، قلنا المايوجلوبين واللاكتيد هيدروجينيز. بعد كده بقى نخش على الايه، الماركرز بتاع المايوكارديال اسكيميا. في عندنا اول واحد اسمه الاسكيميا موديفايد البيومين. اسكيميا موديفايد البيومين ديت هنعرف هي كده ازاي. احنا دلوقتي عندنا الهارت بيبقى رايح له البيومين، بيبقى فيه البيومين ماشي في الدم، تمام. فلما راح للهارت ولقى عندنا ثانيه اهو، ادي مثلا عندنا ده كده، ادي ايه الهارت، تمام، وادي ده الكوروناري، وفي مشكله في الكوروناري، وحصل عندنا هنا في جزء في الهارت حصل له اسكيميا، تمام، حصل اسكيميا فبقى دوت اسكيميك تيشو. والتروبونين وعندنا حاجه الالبيومين، الالبيومين بتاعنا ماشي في الدم ورايح للهارت. اول ما راح للهارت وشاف الجزء اللي هو حصل له اسكيميا دوت اللي هو اسمه الاسكيميك تيشو مع الالبيومين. الالبيومين دوت عباره عن امينو اسيد، اصلا امينو اسيد، وبيبقى فيها اللي هو سي او او اتش وفيها الان اتش 2، تمام. اول ما شاف الالبيومين، اول ما شاف الاسكيميك تيشو، الاسكيميك تيشو عمل له حاجه اسمها موديفيكيشن. الموديفيكيشن دوت عملها على الان تيرمينال بتاعت ايه، بتاعت الالبيومين، تمام. يبقى احنا عندنا الالبيومين كان رايح، كان ماشي في الدم عادي، شاف الاسكيميك تيشو بتاع الهارت، فالاسكيميك تيشو دوت عمل حاجه اسمها موديفيكيشن على الان تيرمينال بتاعت الالبيومين، عشان كده سميناها اسكيميا موديفايد البيومين. يبقى هنا اول باي ماركر عندنا اسمه ايه؟ اسمه الاسكيميا موديفايد البيومين. ايه بقى؟ بيقول لي وين ذا سيركيوليتنج سيرم البيومين كومز انتو كونتاكت وذ ذا اسكيميك هارت تيشو. لما الالبيومين اللي جاي في السيركيوليشن حصل له كونتاكت مع الايه، مع الاسكيميك هارت تيشو، انوفال ماركر اوف الاسكيميا از بروديوسد باي ذا ستراكتشرال موديفيكيشن اوف الالبيومين ات ذا ان تيرمينال ان. الاسكيميك تيشو دوت عمل موديفيكيشن على الالبيومين عند الان تيرمينال ان، تمام. طيب الاسكيميك الاسكيميا موديفايد البيومين دوت بيبدا يحصل له رايزز امتى؟ بعد 6 ساعات من الانفراكشن، وبيفضل اليفيتد لمده 12 ساعه، تمام. يبقى هنا الاسكيميا موديفايد البيومين بيظهر في الدم بعد 6 ساعات من الانفراكشن، بعد 6 ساعات من الانفراكشن، وبيفضل نسبته عالية لمدة 12 ساعة. طيب انا السؤال هنا ممكن يجي يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا الموديفيكيشن اللي حصل على الالبيومين حصل فين؟ فنقول له عند الان تيرمينال اند. طيب ممكن يجي يقول لي الاسكيميا موديفايد البيومين رايزز امتى، يعني بعد قد ايه؟ هنقول له بعد 6 ساعات، وبيفضل اليفيتد لمده قد ايه؟ لمده 12 ساعه. بعد كده هناخد ثاني نوع اللي هو برده من الاسكيميا اللي هو اسمه ايه، اسمه الاتش فاب. الاتش فاب دوت اتش فاب يعني اللي هو اسمه هارت تايب فاتي اسيد بايندينج بروتين. هارت تايب عشان هو موجود داخل الهارت، وفاتي اسيد عشان هو هيمسك في الفاتي اسيد. يبقى هنا هو اسمه ايه؟ هارت تايب فاتي اسيد بايندينج بروتين. طيب بيقول لي بقى ان اللي هو الاتش فاب دوت ايه، هنتخيل مثلا ان ده كده الهارت، تمام، ودي عندي كده ديت الميتوكوندريا بتاعه الهارت. الاتش فاب بقى، الاتش فاب بيبقى موجود هنا كده،
الالتفاف موجود هنا. ليه بقى؟ بيقول لي في عندي بره هنا كده في فاتي اسيد، هتيجي تدخل من السلم برين بتاع الايه، بتاع الهارت، الالتفاف بياخد الفاتي اسيد ديت من السلم برين يوديها للميتوكوندريا. يبقى اهميه الالتفاف ان هو بينقل الفاتي اسيد من السلم برين يوديها للميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن. فبيقول لي ات از ا فيري ستيبل لو مولكولار ويت بروتين، هو مولكولار هو المولكولار ويت بتاعه هو بروتين بس المولكولار ويت بتاعه فيري لو، بيبقى موجود فين؟ بريزنت ان ذا مايوكارديال سيتوبلازم، موجود في السيتوبلازم بتاع المايوكارديا. It is involved in the transport of الفاتي أسيد، بيساعد في الترانسبورت بتاعة الفاتي أسيد from the cell membrane to the mitochondria for oxidation. تمام لحد كده. وبيقول لي due to its small size، بسبب بقى ده كده، ده كده الطبيعي بتاعه ان هو بيبقى موجود في الايه، في السيتوبلازم، وبينقل الفاتي اسيد من السيل ميمبرين للميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن. بيقول لي بقى عشان خاطر هو سمول سايز، عشان هو وقلنا ان هو له مولكولار ويت وله سمول سايز، ات از ايزلي ديفيوزد ثرو ذا انترستيشال سبيس، بيخرج من الانترستيشال سبيس بتاعه السيل ميمبرين وبيبقى موجود وبيظهر في الدم ابير انتو بعد 3 ساعات افتر الانس، يعني بيبقى بيظهر في الدم بعد 3 ساعات وبيوصل للبيك بتاعته بعد 6 ساعات وبعدين يرجع للنورمال بتاعه بعد 24 ساعه. يبقى احنا تاني قلنا الاتش فاب دوت هو حاجه فيري هو حاجه ليها لو مولكولار ويت، بيبقى موجود في السيتوبلازم، بيساعد ان هو يعمل ترانسبورت للفاتي اسيد من السيل ميمبرين للميتوكوندريا عشان يحصل لها اوكسيديشن، ولما بيحصل مشكله في الهارت بسبب ان هو سمول سايز بيخرج من الانترستيشال سبيس بتاعه السيل ميمبرين ويظهر في الدم بعد 3 ساعات، يوصل للبيك بتاعته بعد 6 ساعات وبعدين يرجع للنورمال بتاعه بعد 24 ساعه. طيب ايه اهميه بقى الاتش فاب ده؟ قال ان الاتش فاب دوت امبروف الدياجنوستيك ابيليتي، امبروف الدياجنوستيك ابيليتي يعني بيساعدني في ان انا اكد التشخيص اللي انا شخصته. يعني مثلا واحد شخصه ان هو عنده مايوكاردال انفراكشر بعد ما عملت له حاجه السبيسيفيك اللي هو التروبونين، هاجي اعمل له مثلا عايزه اتاكد هعمل ايه؟ هعمل اتش فاب دوت، هو امبروف الدياجنوستيك ابيليتي، بات ذا بريزنس اوف ايزلي افيلابل سبيسيفيك ماركر ساتش از التروبونين هاز ميد ات اوف ان اديتيف فاليو اونلي، ان احنا عندنا حاجه سبيسيفيك قوي زي التروبونين خلت حاجه زي الاتش فاب دوت كاديتيف فاليو اونلي، يعني اديت الفاليو يعني هو زي ما مكتوب كده اللي هو زياده التاكيد والسلام، اللي هو انا عملته واتاكد، يعني انا عملت التروبونين وخلاص عرفت ان هو عنده مايوكاردال انفراكشن هتاكد بالايه، بالاتش فاب دوت. تمام. يبقى هنا هو اهميته ان هو امبروف الدياجنوستيك ابيليتي بس. بعد كده بقى ندخل على البرانش الثاني الكبير، احنا خلصنا كده اللي هو الايه اللي هو المايوكاردال انجري، ناخد بقى الجزء الثاني اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه البايوماركرز اوف الهيمودايناميك ستيس. هيمودايناميك ستيس دوت يعني الضغط زياده، يعني الضغط زاد قوي على الهارت. تمام. طيب بيقول لي بقى ان الضغط امتى هيزيد؟ لما نسبه الميه والصوديوم هتزيد، فالضغط زاد قوي على الهارت، فالهارت عايز يطلع مواد او عايز يفرز حاجه تقلل الضغط دوت عليه. ايه هيعمل ايه؟ بيطلع مواد اسمها ايه، اسمها الناتريوريتيك بيبتايد. الناتريوريتيك بيبتايدز دي هي عباره عن جروب اوف ستراكتشرالي سيميلر مولكيولز، يعني هي جروب من بجروب بتعمل ايه، بتعمل بروموت للصوديوم اند الووتر اكسكيشن، بتساعد في خروج الميه والاملاح عشان خاطر تقلل الضغط اللي على الهارت ده، وكمان بتعمل فازو دايلاتيشن، بتوسع الاوعيه الدمويه برده عشان تقلل الضغط، وبتعمل انهبيشن لمادتين اسمهم الرينين والالدوستيرون اللي هم بيقللوا عشان تعمل لورنج للبلاد بريشر، عشان يقلل البلاد بريشر. يبقى احنا قلنا ان الهيمودايناميك ستريس يعني الضغط زاد قوي على الهارت بسبب زياده الميه الأملية. فيبدا ان هو يطلع مواد اسمها الناتريوريتيك بيبتايد، بتعمل ايه، بتعمل بروموت، بتحفز الاكسكيشن بتاع الصوديوم والووتر، وبتعمل فازو دايلاتيشن، توسع الاوعيه الدمويه عشان تقلل الضغط، وبتقلل المادتين اللي هم الرينين والالدوستيرون عشان يحصل لورنج للبلاد بريشر. طيب الناتريوريتيك بيبتايدز ديت في منهم ثلاث انواع، ايه هم بقى، ايه هي الفاميلي بتاعت الناتريوريتيك بيبتايد؟ هم هنقول عليهم الاي والبي والسي. تمام. طيب اي بي سي، الاي هتبقى اسمها الفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد، الفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد، يبقى الاي الفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد، البي برين ناتريوتيك بيبتايد، السي سي تايب ناتريوتيك بيبتايد، يبقى الفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد وبرين ناتريوتيك بيبتايد وسي تايب ناتريوتيك بيبتايد. الطبيعي بتاعهم، الطبيعي بتاع الفاميلي ديت ان هي بتبقى موجوده بلور ليفل، ان هي بتبقى نسبتها قليله جدا، بس لما بيبقى الضغط بيزيد قوي على الهارت وبيبقى عايز ان هو يقلل الضغط ده، بتبدا ان العيله دي الناتريوتيك بيبتايد بتبدا انها تتصنع وبتبدا انها نسبتها تعلى عشان تقلل الضغط ده. فبيقول لي ذا انكريز ذا بلاد فلو انتو ذا فينتريكلز، بيعمل ستريتش على الفينتريكولار وول، فلما يحصل ستريتش على الفينتريكولار وول دوت بيساعد، بيعمل ايه، بيعمل انديوسر اوف ترانسكريبشن اوف الناتريوتيك بيبتايد، بيصنع الناتريوتيك بيبتايد. يبقى هنا تاني لما الضغط بيزيد على الهارت او على الفنتريكلز دوت بيعمل كرييت استريتش ان الفنتريكولار وول، فبيعمل ترانسكريبشن
للناتريوتيك بيبتايد اللي هي اصلا في الطبيعي ان هي بتبقى موجوده بنسبه فيري لو فيري لو، وبتبدا انها نسبتها تزيد، بتبدا ان نسبتها تزيد مثلا لما بيبقى في اكيوت كورونري سيندروم. وبرضو where there is an is a significant rise in heart failure، لما الاقي نسبتها زادت يبقى انا كده ابقى خايفه ان هيحصل heart failure. يبقى احنا قلنا ان الباي ماركرز بتاعه الهيمودايناميك ستريس هي ايه، اسمها الناتريوتيك بيبتايد، هو جروب من هو مجموعه من المواد بتخرج عشان تعمل برموت للصوديوم والووتر اكسكريشن، وبتساعد في الفازو دايلاتيشن، وبتقلل الرينين والالدوستيرون عشان يحصل لورنج للايه للبلاد بريشر. قلنا انواعهم اللي هو الالفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد، البرين ناتريوتيك بيبتايد، وسي تايب ناتريوتيك بيبتايد. لما بيحصل زياده في انكريس في البلاد فلو للفنتريكلز بيحصل ستريتش للفنتريكل دي، فالستريتش ده بيساعد في الترانسكريبشن بتاع الناتريوتيك بيبتايد. هي اصلا في الطبيعي بتبقى نسبتها فيري لو، بس بتبدا تزيد لما الزياده بتاعتها بتقول ان في هارت فيليا، ان ممكن يحصل هارت فيليا، او ان هي فيري از ا سيجنيفيكانت رايز ان الهارت فيليا، يعني لو حصل هارت فيليا نسبتها بتزيد جدا. تمام. بعد كده بقى اخر مجموعه معانا وهي مين هي الانفلاماتوري اند البروجنستيك ماركرز. يبقى احنا قلنا المايوكارديال انجري وقسمناها للنيكروزز والسكيميا، وبعدين بعد كده قلنا اللي هو الهيمودايناميك، وبعدين بعد كده رقم 3 اللي هو الانفلاماتوري اند البروجنستيك ماركر. هما ثلاث انواع. اللي هو مين، اول نوع عندي اللي هو اسمه السي رياكتيف بروتين، اسمه السي رياكتيف بروتين. بيقول لي ان السي رياكتيف بروتين دوت ان اكيوت فيز بروتين سينسيز ان الليفر، هو بيتصنع فين، بيتصنع في الليفر. طيب نسبه السي رياكتيف بروتين ده لو بقت اكتر من 10 ملي جرام في الدم يبقى معنى كده ان في اكيوت إلنس. وتاني حاجه ان السي رياكتيف بروتين ليفلز انكريز ان سيفرال اذر كونديشن اند ار هينس ا بريدكتور، هو ايه، بريدكتور للبروجنوزز اند اكستنت اوف الديزيز. البروجنوزز دوت يعني هو بيساعدني في ان انا اعرف مصير المريض دوت هيبقى ايه. تمام. يبقى هنا هو هي دي مواد او ماركرز بتخرج لما يبقى في انفلاميشن وبتساعدني في البروجنوزز، بتساعدني في البروجنوزز. السي رياكتيف بروتين قلت عنه ثلاث كلمات، بيتصنع في الليفر، لو نسبته زادت عن 10 ملي جرام يبقى معنى كده ان في اكيوت إلنس. الكرياتين كاينيز قصدي السيري اكتيف بروتين دوت هو بريدكتور اوف البروجنوزز، يعني هو بيساعدني في البروجنوز. ده كده كان اول واحد. تاني واحد اسمه الهيموسيستين، ومعنى اول ما اسمع كلمه هيموسيستين ابقى شايفه قدامي كلمه اثيروسكلروزز. اثيروسكلروزز دوت يعني تصلب الشرايين. يبقى هنا الهيموسيستين، يبقى الهيموسيستين بيزيد امتى، لما يكون في اثيروسكلروزز. يبقى هنا الهايبر هيموسيستينيميا كوزد. تمام. الهايبر هيموسيستينيميا يعني زياده الهيموسيستين في الدم هتسبب ان يحصل ايه، هيسبب ان يحصل حاجه اسمها فاسكولار انجري. طب الفاسكولار انجري دي بتحصل لما يبقى في ايه في البلاد فيزا، ادي كده عندي البلاد فيزا، واحنا قلنا ان هيبقى في اثيروسكلروز، معنى ان هيبقى في اثيروسكلروز يعني هيبقى في انتمال سيكنينج. انتمال سيكنينج يعني اللي هو الدهون عماله تترسب هنا كده، فبايه فبيحصل سيكنينج للانتما بتاعه الوول بتاعه البلاد فيزا. تاني حاجه بيحصل ديستركشن الاليستيك لامينا، الاليستيك لامينا بتاعه البلاد فيزا بيحصل لها ديستركشن وبتتكسر. كمان بيحصل هايبرتروفي اللي هو سموث ماسل هايبرتروفي، المسل ذات نفسها عماله تكبر، سموث ماسل هايبرتروفي. وكمان بيحصل بلاتلت اجريجيشن، البلاتلت عماله تتجمع هي كمان هنا كده وتترسب هنا كده، فبتسد في الوعاء الدموي وبتعمل ايه الاثيروسكلروز. يبقى هنا احنا قلنا هيموسيستين يعني يبقى هيموسيستين يبقى في اثيروسكلروز، واثيروسكلروز يبقى هيحصل ايه، هيحصل انتمال سيكنينج، هيحصل ديسربشن في الاليستيك لامينا، ويحصل سموث ماسل هايبرتروفي وبلاتلت اجريجيشن. يبقى يحصل ايه، انتمال سيكنينج وديسربشن في الاليستيك لامينا وسموث ماسل هايبرتروفي وبلاتلت اجريجيشن، وده كله هيسبب في الاخر ان يحصل ايه، فاسكولار انجري. كمان هي بتفيدني في ايه، في الهيموسيستين ديت لما بتزيد في الدم، هيموسيستين تزيد في الدم يبقى معنى كده هتساعدني برده في البروجنوز. يبقى انا الانفلاماتوري اند البروجنوستيك ماركرز، انا قلت السي رياكتيف بروتين بيساعدني في البروجنوز، والهيموسيستين اول ما اسمع هيموسيستين اعرف على طول ان في ايه، ان في اثيروسكلروزز وفاسكولار انجري برضو هيساعدوني في البروجنوز، ان انا اعرف الايه المصير، هيبقى مصير المريض هيبقى ايه. رقم 3 اللي هو السولوبل سي دي 40 ليجند، سولوبل سي دي 40 ليجند. تمام. السولوبل سي دي 40 ليجند ده بيخرج للدم امتى، لما يبقى فيه انفلاميشن او وبلاتلت انتر اكشن او بلاتلت اجريجيشن. يعني كل اللي عايز اعرفه عنه ان هو بيبقى لما اقيس نسبته في الدم والاقيها عاليه، اللي هو السولوبل سي دي 40 ليجند ده الاقيها عاليه، معنى كده ان في انفلاميشن وفي بلاتلت اجريجيشن. وبيساعدني برده في الايه، في البروجنوز. هيساعدني في البروجنوز ازاي، انما مثلا لما رحت قست
ولقيت نسبته عاليه، لقيت فقلت ان في انفلاميشن بلاد اجريجيشن، بدات ان انا مثلا ادي المريض دوت الدواء مثلا واوصف له العلاج ومش عارف ايه، وجيت بعد شويه بدات ان انا اقيس له السيرفر سي دي 40 ليجاند تاني، فلقيت نسبته قلت، يبقى هنا هو كده بيساعدني في البروجنوزز، معناها كده ان العيان دوت بيتحسن. البروجنوزز اللي هو المصير، تمام. يبقى احنا قلنا ان الثلاثه اللي هم بتوع الانفلاماتوري اند البروجنوستيك فاكتور بيساعدوني في الايه، بيساعدوني في البروجنوزز، في البروجنوزز، تمام. طيب اخر بقى معلومه، بيقول لي اونلي ا فيو كاردياك باي ماركرز تيستس ار روتينلي يوزد باي ايه، باي الفيزيشن. بيقول لي ان الكاردياك باي ماركرز تيستس يعني هم في شويه صغيرين بس للفيزيشن اللي الدكاتره بيستخدموه. طبعا احنا عارفين مين اللي احنا نستخدمه، اكيد التروبونين. بيقول لي ذا كارنت باي ماركر تيست اوف التشويس، اوف التشويس اللي احنا بنعمله على طول العينين اللي بيجوا بالشيست بي هو مين فور ديتكتنج الهارت دامج از التروبونين. يبقى هنا لما يجي سؤالي يقول لي ويتش اوف ذا فولوينج از كارنت باي ماركر تيست اوف التشويس، هنقول له على طول التروبونين. برده بيقول لي ان الاذر كاردياك باي ماركرز ار ليس سبيسيفيك فور ذا هارت اند مي بي اليفيتد ان اذر سيتويشن ساتش از سكليتالماس. طب ليه احنا بنستخدم التروبونين بس؟ عشان احنا قلنا ان التروبونين دوت هو اللي مور سبيسيفيك، وباقي الكاردياك باي ماركرز هي السبيسيفيتي بتاعتها للهارت قليله، ان هي كمان ممكن نسبتها تزيد في الدم لو في سكليتال ماسل انجري. عشان كده احنا الدكاتره بيفضلوا ان هم يقيسوا ايه، يقيسوا التروبونين. يبقى السؤال هنا هيقول لي which of the following is a biomarker for the choice، هنقول على طول ايه التروبونين. ديت يعني ديت كتلخيص للكلام اللي احنا قلناه كله، هي يعني مش واضحه قوي بس احنا هنحاول ان احنا نقولها. يعني احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث برانشات كبار، خلينا نغير اللون بس. تمام، احنا قلنا ان الكاردياك باي ماركرز هنقسمها لايه، هنقسمها لثلاث برانشات كبار. كبر عليها شويه. قلنا هنقسمها لثلاث برانشات كبار. اول برانش اللي هو بيبقى ايه، اللي هو الباي ماركرز بتخرج لما يبقى فيه ايه، لما يبقى فيه مايوكارديال انجري، لما يبقى فيه مايوكارديال انجري اللي هي دي، وتاني برانش اللي هي لما يبقى فيه هيموداينامك ستريس، وتالت برانش لما يبقى فيه انفلاماتوري اند بروجنوستيك فاكتور. طيب اللي هي المايوكارديال انجري دي قلنا ان احنا هنقسمها لاثنين، اللي هو الاسكيميا والنكروز. ناخد النكروزز، قلنا النكروزز عندنا هما مين، الكرياتين كاينيز والكرياتين كاينيز ام بي. الكرياتين كاينيز والكرياتين كاينيز ام بي قلنا ان هو موجود طبيعي بتاعه موجود في السيتوسول، لو خرج للدم يبقى فيه مشكله، تمام. يبقى الكرياتين كاينيز قلنا ان هو بيبقى موجود في السيتوسول ولو خرج للدم يبقى فيه مشكله، وقلت ان انا بعمل له سيريال ميجرمنت وبيساعدني في الايرلي ديتكشن بس ما بيساعدنيش في الايه، في الليت ديتكشن. يبقى هنا كده ده الكلام اللي احنا قلناه على الكرياتين كاينيز، الطبيعي موجود في السيتوسول لو خرج للدم يبقى فيه مشكله، بعمل له سيريال ميجرمنت بيساعدني في الايريال في الايرلي ديتكشن وما بيساعدنيش في الليت ديتكشن، بيديني انكوركت بكتشر عشان خاطر هو بيختفي من الدم بعد 48 ساعه. تاني حاجه قلنا عليها، تاني حاجه قلنا عليها اللي هو الايه، المايوجلوبين. المايوجلوبين دوت قلنا ان هو ان هو اكسجين زائد هيم، ان هو اكسجين زائد هيم، تمام. وان انا ان هو اكسجين زائد هيم، وان هو بيساعدني في السنسيتيف ايرلي ديتكشن. قلنا الملحوظه المهمه عليه ان هو في السنسيتيف ايرلي ديتكشن دي، اختار على طول ايه، اختار المايوجلوبين. وبعدين رقم 3 قلنا مين، قلنا التروبونين. قلنا التروبونين قلنا ان في منه اثنين، اللي هو اي تروبونين اي وتروبونين تي، وقلنا ان هو المور سبيسيفيك، وان هو ان هو المور سبيسيفيك، وان هو بيساعدني في الايه، في الليد ديتكشن، وان احنا استخدمناه كستاندرد كالستاندرد ماركر، وعرفنا ان هو لما يزيد في الدم يبقى ممكن ده يبقى بسبب حاجه سكيميك او بسبب حاجه نون سكيميك. السكيميك دوت ممكن يبقى برايمري او ممكن يبقى سكندري، والنون سكيميك دوت قلنا ان هو يبقى مثلا بسبب حاجه ثانيه غير الاسكيميا، زي مثلا السبتسيا، تمام. ده كده اللي هو ايه، اللي هو كان النكروزز. عندنا مين، اللي هو الكرياتين كاينيز والمايوجلوبين والتروبونين، وقلنا برضو اللي هو اللاكتيد هيدروجينيز. اللاكتيد هيدروجينيز اللي هو كان بيحول لي البايروفيت للاكتيد، تمام. بعد كده هناخد اللي هو الاسكيميا، والاسكيميا دول قلنا عندنا ان هما اتنين، اللي هما الاسكيميا موديفايد البيومين، وان هو قلنا ان هو لما الالبيومين دوت بيحصل له كونتاكت مع الاسكيميك تيشو بيبدا يحصل عليه موديفيكيشن فين، عند الان تيرمينال بتاعته. وبعدين قلنا ان احنا في عندنا اللي هو الاتش فاب، واتش فاب دوت اللي هو بيساعد في نقل الفاتي اسيد من السيتوبلازم للايه، للميتوكوندريا، عشان يحصل لها اكسيديشن، موجود في السيتوبلازم وبين الفاتي اسيد للايه، للميتوكوندريا. وهو قلنا ان احنا بنستخدمه كزياده تاكيد بس، ان هو بيعمل امبروف للدياجنوستيك ابيليتي.
بعد كده هنخش على اللي هو الجزء الثاني اللي هو الهيموداينامك ستيس. والهيموداينامك ستيس قلنا ان احنا عندنا مين اللي هم الناتريوتيك بيبتايدز اللي هم الاي والبي والسي، اللي هو الاي اللي هو الاتريال ناتريوتيك بيبتايد، والبي اللي هو البرين، والسي اللي هو السي مش فاكره اللي هو السي حاجه يعني ناتريوتيك بيبتايد. طيب وقلنا ان الطبيعي بتاعهم ان هم بيبقوا موجودين في لو ليفل بتاعهم بيبقى فيري لو، لما يحصل ستريتش على الهارت بيبداوا يزيدوا، وان هم لما بيزيدوا بيقولوا يعني ان في ايه، ان في هارت فيلر، او لما بيبقى في هارت فيلر نسبتهم بتزيد. بعد كده اللي هم الانفلاماتري اند البروجنوستيك، قلنا ان احنا عندنا قلنا ان هم كلهم فور ايه، فور البروجنوز، عندنا اللي هو السي رياكتيف بروتين والهيموسيستين واللي هو اللي هو السي دي 40 ليجاند، والثلاثه قلنا ان هم بيساعدوا في الايه في البروجنوز. السي رياكتيف بروتين قلنا ان هو لو زاد عن 10 ملي جرام يبقى معنى كده ان في اكيوت ايلنس، والهيموسيستين قلنا هنربطه على طول بكلمه ايه، بكلمه اثيروسكلروزيس، والسي دي 40 قلنا ان هو يزيد امتى، لما يكون في انفلاميشن او بلاتليت اجريجيشن. بعد كده في عندنا صورة تانية، في عندنا دي احنا حطيتهم كلهم جنب بعض ونشوف هما بيظهروا في الدم امتى، وبيوصلوا للبيك بتاعتهم امتى، وبيحصل لهم كليرنس امتى. عندنا اول واحد اللي هو الكرياتين كاينيز ام بي، الكرياتين كاينيز ام بي دوت قلنا ان هو ناخد لون تاني، الكرياتين كاينيز دوت قلنا ان هو بيظهر في البلاد امتى، بعد من 4 لـ6 ساعات، بيوصل للبيك بتاعته بعد من 12 لـ10 ساعات، وبيختفي بعد 48 ساعة، عشان كده هو بيساعدني في الايه، في الايرلي ديتكشن. طيب بعد كده التروبونين برضو بيظهر بعد من 4 لـ6 ساعات، بيوصل للبيك بتاعته بعد 12 ساعة، وبيختفي بعد من 3 لـ10 ايه، بعد من 3 لـ10 ايام، تمام، عشان كده هو بيساعدني في ايه، في الليد ديتكشن. بعد كده عندي اللي هو المايجلوبين، المايجلوبين قلنا ان هو بيظهر في الدم بعد ساعه واحده، بعد 1 اور، عشان كده قلنا ان المايجلوبين دوت اللي هو السنسيتيف ايرلي ديتكشن، سنسيتيف ايرلي ديتكشن قلنا ان هو سنسيتيف ايرلي ديتكشن، وبيوصل للبيك بتاعه بعد من 8 لـ10 ساعات، وبيختفي بعد ايه، بعد 24 ساعه، بعد 24 ساعه، تمام. طيب بعد كده عندنا اللي هو الاتش فاب، قلنا بيظهر في الدم بعد 3 ساعات، بيوصل للبيك بتاعته بعد 6 ساعات، وبيختفي بعد 24 ساعة. واخر واحد عندي اللي هو الاسكيميا موديفايد قلبي يمين، الاسكيميا موديفايد قلبي يمين دوت بيظهر في الدم بعد 6 ساعات، وبيفضل اليفيتد ايه لمدة 12 ساعة. بعد كده بقى عايزين نشوف الاسئله بتاعتنا. بيقول لي ايه اول سؤال، بيقول لي which of the following is gold standard، الجولد ستاندرد احنا قلنا مين، اللي هو الكرياتين كاينيز ام بي. طيب بيقول لي which of the following is standard biomarker، اللي احنا قلنا عليه الستاندرد biomarker هيبقى مين، قلنا التروبونين اللي هو الهايلي سبيسيفيك. which of the following is sensitive early detection، sensitive early detection قلنا مين، قلنا المايوغلوبين. which of the following is the current biomarker of the choice، اللي احنا قلنا التشويس اللي الفيزيشن بيستخدموه هيبقى مين، هيبقى التروبونين. طيب بعد كده بيقول لي يعني اكمل يعني improve the diagnostic improve the diagnostic value، احنا قلنا مين improve the diagnostic value، قلنا اللي هو مين، اللي هو الاتش فايب. وبعدين بعد كده بيقول لي risk factor of الاثيروسكلروزيس، احنا قلنا مين، اللي هو الهيموسيستين. بعد كده اخر سؤال بيقول لي السيري اكتيف بروتين ليفل which indicate for acute illness، قلنا هيبقى كام، اللي هو لو زاد عن 10 ميلي جرام، لو لقيناه اكتر من 10 ميلي جرام. بس كده احنا خلصنا، وبالتوفيق ان شاء الله.